نجح خبراء المفرقعات بالجيزة في إبطال مفعول قنبلتين بدائيتي الصنع بجوار قسم الطلبية بالجيزة. وبفحص القنبلتين تبين أنهما موصلتان بشريحة موبايل كي يتم تفجيرهما عن بعد. وبتمشيط المنطقة لم يعثر خبراء المفرقعات على أي مواد متفجرة أخرى. أجلت محكمة جنايات القاهرة لجلسة 23 من أغسطس الجاري محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير. يواجه المتهمون تهم اقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر خلال ثورة يناير. كما تتضمن القضية تهمة أخرى هي خطف 3 ضباط وأمين الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة وقتل وشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها. إلى جلسة 25 من الشهر الجاري أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عادل حبارة و34 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية والتي راح ضحيتها 25 شهيد من مجندي الأمن المركزي. خلال جلسة اليوم طلب دفاع المتهمين الاستماع إلى أقوال وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات الحربية وقتها باعتبارهم المسؤولين عن حماية حدود البلاد.